في الفيديو اللي جبت لكم واحد البروغرام، البروغرام هذا اللي تنصدر في البيسي نتاعك يقدر يفتح لك الايفون. دوكا نقولوا انت نسيت كلمه المرور، ايا ما فيهاش، تقول انا الايفون هذا راح وصايفي لما لازم نبدلو كذا. لا، عندك واحد البروغرام كيما راك تشوف معايا هاوليكم، هذا هو السيت نتاعهم اوفيسيال، تقدروا تطلعوا البروغرام منه، تدخلوا برك للسيت هذا مكان تشوفوا واش فيه، تقدر تفتح الايفون كي تنسى كلمه المرور ولا كود المرور. ايا انت تروح تكليكي على فري، هذه طلع البروغرام هذا مكان. كان بعد ذلك كي تفتح البروغرام غادي يخرج لك هكذا، انت تكليكي على ستارت، ايا من بعد يقول لك كليكي على الايفون تاعك كيما هكذا، على ثلث ازرار هذوك باش تطفي الايفون تاعك. بعد ما تطفيه كيما هكذا لازمك تربطه بالحاسوب، ومن بعد تكليكي على ستارت مره اخرى. كي تكليكي على ستارت تخرج لك هذه داونلود، تختار تليفون تاعك والسيستم تاعو كلش، ومن بعد تكليكي على داونلود. بهذه الطريقه البروغرام هذا يبدا يفتح لك التليفون تاعك وتتخلص من البروبليم هذا. تستنى شويه باينه، ومن بعد كيما راك تشوف معايا مبروك عليك تفتح الايفون نتاعك نورمال من خلال هذا البروغرام، راه متوفر باطل. دوك نخلي لكم رابط التحميل نتاعو اسفل الفيديو في الديسكريبشن، نعطيكم كيفاش تفحصوا هاتف ايفون مستعمل قبل ما تشريوه. هذه عفسه بزاف بزاف سقساوني عليها الناس، لذلك اليوم جيت بلا فيديو هذا، وحبيت نوري لخوتي الجزائريين وكل عرب وما الى ذلك. شوفوا قبل كلش سقسي اذا التليفون هذا ماشي باي باس ولا ام دي ام، اذا قال لك لا فورماطيه، شوف اذا قدرت تاكتيفي تليفون نورمال. دوكا نبداو باول حاجه، تروح تفيري في نسبه البطاريه، كل ما كانت قريبه ل 90% البطاريه مليحه بزاف. الحاجه الدوزيام افحص الشاشه بضغطه مطوله على واحده من التطبيقات ومشيها في كل انحاء الشاشه باش تشوف اذا كامل الجوايه يمشيو. زيد صور تصويره بيضاء وروح شوفها، راح تبين لك اذا كانت الشاشه فيها بقع سوداء. الحاجه التروازيام اللي هي فحص الكاميرا والصوت، دير فيديو وانت تهدر نورمال، وموراها روح شوف اذا كانت الكاميرا ما فيهاش ضباب، واسمع الصوت نتاعك مليح مليح، تاكد منه اذا يمشي ولا فيه تشويش كيما نقولوا صواتك ضعف. الحاجه الكاتريام اللي هي فحص شريحه السيم تاعك اللي راح تخدم بها في التليفون، اذا تمشي من الاحسن تكون فيها انترنت باش تشوف اذا يمشي ولي دوني، هذه حاجه مليحه بزاف ولازمك تاكد عليها الكاتريام. الحاجه الخامسه عندك فحص البصمه او تعرف على الوجه اذا يمشي خاطركش، هذو هما الامان تاع التليفون تاعك بغيرهم ما كانش. الحاجه السادسه ادخل للواي فاي وشوف اذا التليفون راح يكشف لي واي فاي اللي كاينين في المنطقه اللي راك فيها. سبعه فيريفي ازرار الصوت وزر التشغيل باللي ما فيهمش مشاكل. ثمانيه افحص التليفون تاعك اذا يستقبل مكالمات ويفيبري نورمال. بهذه الطريقه ولا هكا تكون فيريفي التليفون تاعك 80%. ناس بزاف حبت تفهم واش هو الام دي ام هذا، لذلك حبيت نهضر لكم في لا فيديو هذا على وش معناها ايفون ام دي ام. باختصار هو تليفون محدود زعما نتاع الشركه اللي تخدم فيها مدته لك للخدمه، سما تولي ماشي حر فيه. كاين عفايس تمنعك الشركه ديرهم في هذا التليفون ايفون بطبيعه الحال، وهي تتحكم بواش دير واش ممنوع بحاجه اسمها الام دي ام. كي تفورماطي تليفون يتبلوكا يخرج لك كيما راهو يبان لكم في التصويره الان. كيفاه تنحي الام دي ام كي تبلوكا لك التليفون تاعك؟ هو ما يتنحاش نهائيا. الحل بسيط، تروح لريباراتير، هذا واش عندي انا من خبره غادي نشاركها معكم. تروح لريباراتير بسعر رمزي نورمالمون يا 300000 يا 400000 يقدر يكون اكثر، يدير لك عمليه كيما نقولوا يتخطى الام دي ام هذا ويولي التليفون تاعك يمشي نورمال بصح ما يتفورماطاش. هذا هو المعنى نتاع ايفون ام دي ام. ودركا كاين ناس يقول لك انا عندي ايفون ام دي ام، اسكو نقدر ندير له ميزاجور ولا لا؟ لا، اذا كان عندك تليفون ايفون ام دي ام تاع الشركه تقدر دير له ميزاجور نورمال، اذا كان تليفون اللي عندك فول باي باس ما تقدرش دير له الميزاجور. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى الفيديو هذا يعجبكم برك وراح تستفادوا منه وكذا. تهلاو نتوما باللي جا منا، بارطاجيو، ما تنساوش تابوني عندنا في تيك توك لانستا كذا. شوفوكم في فيديو جاي ان شاء الله لا فامي، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.